سكان عالقون ينتظرون من يخلصهم، مركبات سقطت في شوارع منهارة وأخرى غرقت بالكامل بالمياه. هذا ما فعلته الأمطار الغزيرة والفيضانات بدول عدة حول العالم. هنا في هونغ كونغ سيول جارفة تقتلع كل من يعرقل طريقها، وشوارع تحولت إلى أنهار وأمطار غزيرة شلت الحياة في البلاد، وسط تأكيد السلطات بأنها الفيضانات الأسوأ منذ 140 عاماً. وفي اليونان العاصفة دانيال ضربت البلاد بعد حرائق قياسية متسببة بفيضانات أغرقت قرى بأكملها، ما استدعى استخدام زوارق للتنقل وإنقاذ العالقين، فيما ارتفع عدد القتلى من العاصفة إلى 6. الحال نفسه في إسبانيا وتركيا والبرازيل، الفيضانات المدمرة قلبت مناطق رأسا على عقب خلال الأيام الماضية، مخلفة خسائر بشرية ومادية هائلة، وسط تحذيرات خبراء من ازدياد مثل هذه الاضطرابات الجوية بسبب التغير المناخي.